كل يوم فيديو جيم، كل يوم فيديو جيم. ده انا نفسي اجيب واحده من دول عندي في البيت يا اخي. زكي ايه الحق قطع طريق. قطع طريق يعني ايه؟ بيشتغلوا ايه يعني؟ بقول لك قطع طريق بلطجيه يعني. بلطجيه. طب تعالى تعالى. انت هتعمل ايه؟ ما تخافش. بص يا سيد، انا عايزك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط. ها بالظبط. ماشي. هقطع مسا عالكباتين. اسم النبي حرصك وساينك وضمنك ياد لامك وحبايبها وجيرانها وجيران الجيران. هو في اطعم منك؟ ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا تعم يا سيد امك. الله الله الله. طب وليه بقى؟ ليه الغلط ده؟ ايه ابرز دي؟ بقول لك ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا سيد امك. طب ايدك بس، ايدك تحت شويه كده عشان جاكيتك جديده. ها شفت يا سيد؟ ايوه كده. ولا لازم الواحد يرخم عليكم يعني؟ طب اقلع جاكيتك الجديده يا عين امك. على فكره انت كنت هتوقعني. ها ماشي يا عم. ماشي يا سيدي. وادي جاكيتك الجديده اهي. ادي جاكيت حاطه على فكره، دي فيها صورتي وانا صغير. ها حلال عليك، تتربى في عزك. والبنطلون كمان؟ لا البنطلون بقى لا. البنطلون خلص. طب ما يعني اديني فرصه يا يعني اتخانق معاك يعني واتلامط. الله ما دي مش اصول خناقه بقى. الله خلص يا انا بقى اهو اهو يا عم. بس على فكره عيب 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 قوي اللي بيحصل ده. احنا اولاد منطقه واحده وانا ساكن في الدور الرابع هنا. ها بقول لك انجز. حاضر يا عم حاضر. بالراحه شويه اهو. ادي البنطلون اهو اهو، ولو انه مش ماسك. وانت يا امور يا نايتي ما تقلع، ولا مستني لما اجيب الدادة تقلعك. انا مش نايتي يا زكي، انا مش نايتي. لا انا ماشي، انما سيد النايتي لا لا سيبهولي انا. يا سيد انا مش قايلك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط يا سيد. اقلع القميص يا. هو انت كنت بتقول لي ايه؟ يا سيد امك. شكرا. يا سيد امك اخلص واقلع البنطلون. لا البنطلون لا. ايه ده؟ انت رابط البنطلون في وشك ولا ايه يا سيد؟ اتفضل سيادتك. ثواني ثواني بس ما اجيب بقيه الحاجات. معلش اخرناكم. خور العيال دي لبسهم بدله التشريفه. لا ما تسيبهمش، روحوا مالص كده. وبعدين يا شيخ وحياه النبي خد بالك من الواد ده، اصله شقي قوي وعاجبني. شكرا. شفت عجبته؟ تاني مره بسمع كلامي. ها بسرعه والنبي يا ريس بقى لحسن انا بردان قوي. السلام عليكم ورحمة الله. تعالى. أنا؟ أمال يعني أنا؟ أيوة أنت. أنت فين يا زكي لحد دلوقتي؟ كنت بصلي الفجر. صلي الفجر؟ إيه ده؟ إيه؟ إيه المنظر ده؟ إيه أنت كنت بصلي الفجر بالشكل ده؟ ها؟ ها؟ لا لا إيه؟ إيه ده؟ هقول لك. تاني؟ تاني إيه؟ تاني يا زكي. تاني يا هايف يا تافه تاني. لا يا بابا ما انا فاهمك. تفهمني ايه؟ رحت لهم تاني عشان ياخدوا هدومك ويضربوك تاني؟ تاني ما حصلش ايه؟ انت كبنة ما بتحسش؟ ما بتحسش يا تافه يا كبنة؟ قطعت الجيب يا بابا. هو اللي طلع. خد ورق ورق. مبسوط بابا. مبسوط. هو انا مربي قرد عندي في البيت؟ ايه اللي بتضايق؟ ولما انت خرع بتروح لهم ليه عشان يضربوك؟ ها؟ مين قال لك؟ مين قال لك يا بابا ان هم ضربوني؟ ده انا اللي ضربتهم. ايوه وعملتهم العافيه كمان. واهو اهي هدومهم ايه؟ وهدومك انت فين؟ الله معاهم. يعني اسيبهم يمشوا عريانين يا بابا؟ لا ازاي ما يصحش؟ يعني انت يرضيك اصرف عليك اكل وشرب وهدوم ليك انت واللي بيضربوك؟ طب اهدى بس اهدى يا ناس. حرام يا بابا. اهدى شويه. حرام عليك. انت ارحل خالص يا بابا. سخن مالكش دعوه. سخن ده انت هتموتني وانا واقف يا ابني. تعالى تعبتني. طب تعالى بس حفايبني يا بابا بقى. حفايبني. خد يا زكي. حفا قلبي قلبي. ايه بابا؟ قلبي يا بابا. مالك قلبي يا بابا؟ مالك. شفت انت كل مره بتعملها فيا وبصدقك. يا بابا يا بابا يا مكار.